النهاردة اللي أنا أعتقد إن هو من أهم الموضوعات التي يجب أن تناقش، وهو التطرف والعنف والإرهاب من وجهة النظر الدينية كيف يمكن أن نواجهها. لقائنا مع الدكتور محمد أحمد سليمان إمام مسجد بدر بالشيخ زايد مديرية أوقاف الإسماعيلية. أهلا بيك معنا فندم. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ. أبتدي مقولة الشاعر: إنه ابتليت بأربع ما صليت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. أعداء أربعة، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ مرة تانية: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. بمنتهى الصراحة أنا عايز أتكلم مع حضرتك بقلب مفتوح للي بيشوفونا. الفترة دي ظهرت، مش عايز أقول يعني ظاهرة، هي بعض الناس الملحدة بمنتهى الصراحة، الثقة في وجود الإله، المعلمة العلم بوجود الإله الخالق، للأسف الشديد اهتزت عند بعض الشباب. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، لابد ان احنا نناقش هذا الامر، ما هو الدليل على وجود اله؟ لا اله. دي رقم واحد. رقم اتنين، ما هو الدليل ان الاسلام ومحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان عيسى هو صاحب الرسالة، وان موسى هو صاحب الرسالة، ولماذا ارسلهم؟ هذه الاسئلة كانت من البديهيات من فترة، لكن دلوقتي أنا أعتقد أنها أصبحت من الأساسيات. ضرورية طيب. تمام، رئيستك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أستاذنا زي ما حضرتك تفضلت في البداية، أن مشكلة الإلحاد هذه مشكلة قديمة حديثة، يعني كانت مشكلة موجودة منذ القدم، لكن اندثرت ثم صارت في هذه الأيام تحيا مرة أخرى. وحقيقة يعني من فترة لفترة هذا المرض يظهر. ما هو حتى هناك أنظمة وشعوب قائمة على هذه الفكرة، على فكرة الإلحاد، أنه ليس هناك إله وأن المادة هي التي تتحكم في الكون. لكن الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا للقرآن، والحمد لله ان الاسلام جاوب على اهم ثلاث اسئله الانسان لازم يعرفهم في حياته. اهم ثلاث اسئله: ان الانسان جه ازاي، وجه ليه، ورايح فين. انا دول اهم ثلاث اسئله اللي الاسلام جاوبنا عليهم اجابه صادقه واجابه صريحه، ان انت جيت ازاي، وان انت جاي في الدنيا دي عشان تعمل ايه، واللي انت رايح فين، ايه مصيرك. هات لي اي واحد من الملحدين وقول له جاوب لي على الثلاث اسئله ماشيه بالبركه، المسؤول يقول لك لا، العالم كل حاجه العالم ماشيه صدفه، وحاجات بتتركب في بعضها، وامور لا تدخل ولا تمت للعقل بصله. اصلا الانسان الملحد ده بيكذب نفسه قبل ما بيكذب الناس، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل في نفس كل واحد فينا حاجه اسمها فطره. الفطره دي بتقول له ان في حاجه اقوى منك، ان في حاجه اعلى منك. حتى غير المسلمين، القران اثبت ان هم لما كانوا بيقعوا في مشكله وكانوا بيشوفوا الاسباب حواليهم تخلت عنهم، كانوا بيلجأوا للقوه اللي الداخليه اللي بتقول ان في قوه اعلى منكم موجوده. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك. هم مشركين ولا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن يسيرون في البحر، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. الاسباب اللي حواليهم خلاص كلها انتهت، ومحدش عارف هيعمل ايه وهيتصرف ازاي، والناس هتغرق. وقتها دعوا الله مخلصين له الدين: لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. فاذا الانسان الملحد اللي بيقول ما فيش اله هو بيكذب نفسه اصلا قبل ما بيكذب على الناس، لان دي فطره ربنا سبحانه وتعالى فطرها في نفس كل واحد فينا. عايز بس اقول حاجه: في الفتره القريبه دي المجتمع الهندي، المجتمع الصيني، من امر الاجزاء دي كلها،
الفترة اللي فاتت ديت وقفوا عن أذى المسلمين بشكل كبير جدا، بل على العكس سبحان الله كانوا سبحان الله. بيطلبوا منهم انهم يصلوا على بعضهم بيطلبوا منهم الدعاء. يعني انا بقولها بسرعه كده القصه ديت، بس هي ديت معناها انهم مقتنعين بان هناك حق وانهم يحيدون عن الحق. تمام صح كده؟ ايوه تمام. لان اصلا يعني انت لما تاتي لانسان بيعامل كره بلاستيك تقول له اصل ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا في القران تلت القران او ربع القران يا استاذنا بيامرنا اللي احنا نتفكر في اللي احنا شايفينه. المسلم ليس كالدب ياكل ويشرب، اصل هو الملحد كده، الملحد انسان زي الدب عايز ياكل ويشرب ويتكاسل ويتناسل وخلاص على كده، هو دي كل مهمته في الحياه. لكن ده شغل الدواب وشغل اعزكم الله الحيوانات، لكن ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران ان احنا نتفكر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. يعني حتى ده كان خطاب للجاهليه القديمه اللي هي ما عندهاش علم ولا عندها اكتشافات ولا عندها تكنولوجيا. هو الانسان الجاهلي ما كانش شايف غير السماء، وما كانش شايف غير الجمل اللي بيركبه، وما كانش شايف غير الجبل اللي شايفه الارض والارض اللي ماشي عليها. حتى النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيدعوهم بيقولوا ان احنا بعد ما بقينا عظاما هنبعث يعني ده معقول. فربنا سبحانه وتعالى استخدم الخطاب اللي هم شايفينه، الحاجات اللي هم افلا ينظرون اللي انتوا راكبينها، الابل كيف خلقت والسماء اللي انتوا شايفينها والى السماء كيف رفعت والجبال اللي انتوا شايفينها جبال مكه وهكذا الشاهقه والى الجبال كيف نصبت والارض اللي انتوا ماشيها والى الارض كيف سطحت. فذكر انما انت مذكر. حتى لما جيت زي ما حضرتك تفضلت وقالوا له كيف نحن سنبعث مره اخرى، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، لما جاء الوائل عاص بن وائل وجي العظم رمه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ثم نصره، قال ارايت يا محمد اننا سنبعث بعد ان صرنا ترابا هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيخلقك الله سبحانه وتعالى وبعثك مولانا. انا مضطر بس افصل مع حضرتك عشان في ربط دلوقتي ذاعه خارجيه، فانا انا يعني انا